أمور يعني طبعا أوروبا تنتفض، خليني أقول أكثر من الولايات المتحدة لأنها المضرور من الأول والآخر، لكن خليني أقول أنه يعني أوروبا بتنتفض لأنها مضرورة، بس كانت برضو يعني ما عدا إنجلترا واقفة على الحياد، يعني بتشوف الدنيا عاملة إيه. هل حدثت ضغوطات على الدول الأوروبية لفرض مزيد من العقوبات، سواء بقى على الرئيس بوتين، على وزير خارجيته لافروف، ودلوقتي احنا بنتكلم على بيلاروسيا، لكي يتم التصعيد بشكل أكبر؟ خلينا في بادئ الأمر نقول إن السياسة ليس فيها إخلاق، أول شيء. تاني حاجة، تعتمد على مبدأ المصلحة ومبدأ البقاء للأقوى. حضرتك ذكرتي أن أوروبا كانت على الحياد والآن ستقوم بضغط ما ضد سواء روسيا أو الرئيس بوتين شخصيا. أولا، نظام سويفت البنكي أكثر المضرورين العقوبتين خروج روسيا من نظام سويفت وعدم أو حظر تصدير روسيا للغاز والنفط. أكثر المضرورين بها هي أوروبا، لأنها تعتمد على النفط والغاز، بالإضافة إن هو هذا النظام كانت بتتعامل في هذا الملف مع روسيا عن طريق نظام السويفت. تحديدا ايطاليا والمانيا. ايطاليا وهولندا. وهولندا. ايطاليا والمانيا وهولندا. لكن على الرغم ان وعلى الرغم ان صرح الرئيس الفرنسي بما ان باعتباره رئيس الاتحاد الاوروبي ان هو بيتم مفاوضات مع الدول في هذا الامر، لكن انا لا اظن انها ستقوم ب هذه الامور او تصعيد امام روسيا، وخصوصا الدول المنتفعه من التعامل اقتصاديا بينها وبين روسيا. ما هم طلعوا الغاز من القصه، هم نقوا، عارف لما تيجي كده تنقي، انا هفرض عليك عقوبات على ده بس مش عايز افرض عقوبات على الغاز. ما هو الرئيس الروسي قال لهم يعني ايه الكلام ده، ما ينفعش، يعني ما ده يعني هو فرض العقوبات يعني لا يتم فيه استثناءات على ما اتخيل، يعني هو جلسه مجلس الامن مثلا اللي تعرضت مثلا او اتكلموا فيها، هيبقى فيها فرض، هيبقى في جلسه للتفاوض، يبقى هو تفاوض دائم او قتال دائم. العقوبات مهما بلغت عمرها، انا العقوبات ليس لها يعني دواعي، وروسيا وبوتين حاسبها حسبان اخر من قبل المضي في القتال. استاذ نزار، هو المخيف في هذه النقطه بانه عندما تم تطبيق العقوبات، سواء بقى نظام سويفت، سواء العقوبات على الرئيس، منع الطيران، لقينا ايه؟ انه تم الاعلان عن نشر صواريخ نوويه في بيلاروسيا، عشان كده هم دخلوا بيلاروسيا في العقوبات. طبعا ابتدوا يدخلوا اذا سندت روسيا، ما هي سندت خلاص. لا يعني هو تصريحهم اذا سندت، بس هي سندت اوريدي خلاص روسيا، ده هي مسنده من زمان. يعني هو الجلسه لا في هذه الاوقات يعني هي مسانده روسيا، وكانت بتحاول ان هي تعمل يعني يحصل مفاوضات عن طريقها، ولكن هم رفضوا اوكرانيا يعني. لكن أنا لما بتكلم على هنا، يعني حتى لما الخبراء الاقتصاديين في العالم بيقول لك العالم سوف يمر بأزمة طاقة وغذاء بسبب هذه الحرب، لا، أعتقد أنه من أمس الموضوع بياخد منحى آخر. لما طبعا تقولي أنا بنشر صواريخ نووية، هنا في كلام بقى، هنا في كلام تاني، يعني في حالة عند واستعراض. روسيا لوحدها عندها 6000 رأس نووية يا فندم. لا، وتنتقل الحرب من حرب إقليمية أو حرب تقليدية إلى حرب عالمية بقى. ما دي إبادة إبادة الكرة الأرضية بقى، إبادة البشر. يعني لأنها مش هتبقى قصة، مش أوكرانيا بقى قصة دلوقتي، الدول المجاورة لأوكرانيا ستتضرر عسكريا كمان يعني أنا يعني أعتقد إن إحنا لسه كلنا متذكرية، ما كنتش موجودة ساعتها، بس إحنا كلنا يعني اللي قرا هيروشيما وناجازاكي، ولغاية دلوقتي الناس عايشة بهذه القصة. يعني فهل سنعود مرة أخرى إلى هذا الوضع مرة أخرى؟
أنا مخيلتي إن العند الروسي أو عند الرئيس الروسي ممكن يعني يستدعي لذلك، لكن في أمور. هل هو عند روسي أم عند أمريكاني؟ لا لا لا، هو عند روسي في الأول. طب وانت عايز تفرض نيتو عندي ليه؟ لا انا باخد وجهتين النظر على فكره، انا مش لا 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 مش قصدي مش قصدي انا لا يحق لي وانا انا قاعده هنا ان انا اقول أنا مين انا مع مين او مش مع مين. انا ما بتكلمش حضرتك على العند الروسي في انه انا بدخل اوكرانيا. هو العند الروسي ان انت دلوقتي بتتعارض مع مصالحي. هو الرئيس بوتين لما بدا قال ايه؟ قال لهم انا نشرت قواتي. انت الاقمار الصناعيه قالت ان انا نشرت قواتي، انا نشرت قواتي بس هاتولي تعهد يفيد ان عدم انضمام اوكرانيا لحلف الناتو. حلف الناتو. نعم. رفضوا. ادي عند، ادي رقم واحد. عند من الناحيه الثانيه. فاذا تعال نعد اللي عندنا وحضرتك نشوف مين بيعند مع مين اكتر. تمام. رفضوا. فقام هو بالصواريخ البالستيه. صحيح. وضربهم. قالوا ان ده يعتبر اعتداء وادانوا الاعتداء وعملوا هذا الامر. تمام. قبل كده لما وقع على انفصال لوجانسك و بالظبط والثانيه مش فاكره اسمها ايه، هم اساميهم صعبه شويه. هفتكر لك دلوقتي. اتفضل. بعدين اتفضل حضرتك. ده فهم رفضوا. فاذا هو قام بالعمليه العسكريه اللي قام بيها. طيب جم قالوا لا احنا انت دلوقتي اللي انت عملته، فهو لكل يعني هو لكل فعل رد فعل. الرئيس بوتين ما يعني يبحث عنه هو مصلحة بلده طبعا بعدم، إنما في الآراء الأخرى التي تقول بأنه يريد أن يفعل زعامات أو تغيير نظام العالم أو قوى العالم، هذا ما ستبينه الأمور. صحيح. يعني لو حصل دلوقتي مفاوضات بينهم ووقفوا القتال، تم وقف القتال، هذا معناه إذا تم وقف القتال وتم الالزام مكتوب من قبل حلف الناتو او من قبل امريكا بعدم دخول اوكرانيا حلف الناتو، فهذا امر اذا انتهى القتال على ذلك، فاذا ما يهم بوتين هو مصلحه بلاده. اما اذا قام هو اولا، عشان اقول لحضرتك على حاجه، عشان بوتين يدخل او يحتل اوكرانيا بالكامل القوات الموجودة لا تكفي. 150,000؟ ده غير الخسائر، مش عارفين الخسائر قد ايه يعني. لا تكفي. انما هو مش عايز قوات اجنبية او غريبة على حدوده، وده حقه. تمام؟ لكن بعض الناس رأت مثلا ان عدم تصويت الصين او الهند او الامارات العربية في مجلس الامن. تمام، بعد قيام الرئيس بوتين بحق الفيتو، ان هذا امر لتكتل جديد. ربما يكون تكتل جديد. نعم. وربما يتحول العالم من احادي القوه لوجود هذا التكتل، ولكن ما تظهره الايام هو اذا تمت المفاوضات وتم هذا التعهد بعدم دخول حلف الناتو او عدم دخول قوات على الحدود الروسية، هذا ما سيبينه. أما من مصلحة بوتين إذا تم الاستمرار، فإنه لن يتخلى عن عدم انضمام أوكرانيا للناتو، عدم وجود سلاح تماما داخل أوكرانيا، تدمير البنية العسكرية لأوكرانيا. طيب يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه عشان نعرف سير الاحداث ماشيه ازاي. وزير دفاع اوكرانيا قايل ايه؟ الحرب اصبحت اوروبيه ونصف دول اوروبا تمدنا بالاسلحه والمعدات. يعني هم دلوقتي بيقلبوها لحرب اوروبا، يعني هي اوروبا هي اللي مزنوقه في الوسط، اوروبا اللي اتزنقت في الوسط اقتصاديا وعسكريا. طيب